طيب إذا افترضنا أنه في خلل بمشهد طق الرقبة، برأيك وين كانت المشكلة؟ الشخص اللي معي منه ستانت، هو كومبارس وكان ملبك وخايف، فكان كل الوقت واقف وشادد. خفت أني أنا أعملها وأنا إيدي مارحة صراحة. ضل هو جامد، إذا بدي أقسى عليه خفت يصير له شيء. منا هينة، أنت بتعرف أن خيع الشوكي هون كتير دقيق وهي لازم تكون سريعة، لازم تكون سوبر سريعة. سو قال له المخرج رخي، يعني انت بروم معه مشان ما يصير لك شيء. عن جد انا كنت مرعوبي انا عم بعمله. اخدرش اضرب يابا، انا بلعب حديد، في خطر يمكن اوديه في داهيه. احنا اللي بنلعب حديد مخين على تعهد، بلاش نضرب الناس من ايديهم.